أحسن الله إليكم، وهذا يقول: هل الإنفاق في إقتار يأتي بمعنى الإنفاق مع البخل؟ إقتار يعني فقر، الإقتار معناه الفقر، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الإقتار معناه الفقر ما هو معناه البخل. نعم، البخل البخيل ما هو منفق، البخيل لا ينفق، لكن الفقير ينفق على قدر استطاعته، بل قد يؤثر على نفسه.